يعني حابب نحكي بكل مرتبط وحابب نسمع عن التاريخ التاريخ والاختصاص في خبرنا شوية عن التأثير التاريخي لحفلة القاهرة وليش نفس الجهات اللبنانية اللي كانت موافقة عليها شو تزرعت فيه لاحقا لما بلشنا أول شيء شكرا للدكتور غني شرف لي سيما أن هذا الموضوع أساسي خصوصاً أن الفكرة الوطنية ومواقفة يعني مشرف بموضوع تم إقرار وتم تقطيع اتفاقية القاهرة. هلأ بطبيعة الحال ما نجرب نفهم ليش نحن الاقتصاد في الصبغة السياسية اللبنانية والبرلمان اللبناني وافق على تلزيم السيادة اللبنانية لمنظمة التحرير. فما نرجع على فكرة أساسية أن لبنان عقود بالزمن ما كان فعلياً على خط المواجهة. مظبوط نحن نسمي حالنا دول الطاقة ولكن نحن ما كنا دولة مواجهة بمعنى أنه مظبوط كان عندنا لجوء سوري ولكن هذا اللجوء السوري كان تحت سلطة الدولة اللبنانية المطلقة الفلسطينية وبالتحديد منظمة التحرير لم تكن موجودة بأول كم عقد ثم المكتب الثامن الذي كان أولاً تحت فؤاد الشعب وضباط المكتب الثامن كانوا بيعرفوا النمل لما تفوت وتظهر على المخيمات يعني انا بعرف ان واحد كان يقول لي انا بقدر اطلع على سوريا بدي اخذ اذن المكتب الثاني وكان ضابط الجيش اللبناني بيخوف يعني هلا للامانه كمان ما كانوا عايشين بظروف انسانيه وهيدا الشيء كمان خلاهم مع الوقت يصير في عندهم نوع من الحقد معين على الفكره الاساسيه انه كمان وهيدا الشيء انا دائما ثابت انه انا بعلم كورس باليو بي انا مصمم اسمه لبنان من الجروني هومو للطقس فنحن بهذه الجمعتين انقطعوا لجل يفهم العالم ليش بال 75 العالم كانت جاهزه لتنزل على ارض وتحمل ازاي نحن كنا عم نختبر بالعالم ثوره الشباب ب 68 بفرنسا وبالعالم وستانفورد وبركلي وبكل الجامعات بالعالم اشخاص بلشوا يؤمنوا انه الطريق الى التحرير تمر ليس عبر ماركس وعبر ستالين عبر لينين بل عبر تشي غيفارا وموتسيتونغ وفكره التحرر عبر الشعب ب 67 كنا بتعرفوا عبد الحكيم عامر كان هو صاحبته مشهورين صاروا بالحرب والمصاروي ما قاتلوا يعني حتى ما دخلوا الحرب وكانت الهزيمه الكبرى ب 67 من وراء هذه الهزيمه ارتفعت اسهم وارتفع الثوره الفلسطينيه وانا بميز بين تطهير فلسطيني والثوره الفلسطينيه لانه فعليا الثوره الفلسطينيه كان الشعب اللبناني متفق عليها، انا بخبرني حدا اللي كانوا من الاشخاص اللي هو ينتمي لشيء اسمه الرابطه اللبنانيه بالجامعه الامريكيه اللي هي كانت تعد يمين بس هو مصري، قال لي العالم كانوا عندهم شيء بيشبه الجنون تبع البيتلز، بيتل ماني انه فكره الكفيه، فكره ابو عمار، فكره ليلى خالد وغسان كنفاني، كانوا العالم واللبنانيين انا ما بكذب اللبناني كان مع القضيه الفلسطينيه مع الثوره الفلسطينيه لسبب كثير واضح وكثير سخيف انه ما كانوا عم يدفعوا لجيبتهم. يعني اللبناني اللي كان عم ينزل يتظاهر مع الفلسطيني او كان مع الكفاح المسلح، الكفاح المسلح وين كان؟ كان بالاردن. نحن ما كان عندنا يعني بالاخير اكثر شيء كانوا يعملوه الفلسطينيين بلبنان لحد القاهره هو انه الشقيري اللي كان عنده فيلا بكيفون يدرب له 50 60 واحد اغلبيته من اللبنانيين. فجاه نحن صار في عندنا اكثر من شغله، اول شيء في عندنا شهيد بالثوره الفلسطينيه اسمه جلال قعواش هيدا الزلمة أول واحد عمل عملية من لبنان على فلسطين هو منسحب لقطوه مخابرات الجيش مات معه تحت التعزيم برضه ما صار شيء ولكن بأكتوبر 66 أو لا ب 68 أبريل 68 سقط شهيد لبناني اسمه خليل الجمل ومثل ما بتعرفوا بيت الجمل من عائلة بيروتية سنية المظاهرة اللي نزلت بيت الشيعة وكانت ضخمة لدرجة إنه أقلقت بعض الشركاء في الوطن، شو عم بيصير؟ مين هيدا؟ مين جاي؟ مين خليل الجمل؟ والناس صارت تخاف. كل هيدا كان عم بيصير على خلفيات معينه، وهيدا شيء كثير اساسي، ولا نحن نتذكر انه كان في معركه بلشت ب 58 بين النهج الشبيين وبين الثوره المضاده. نحن ب 68 قدر الحلف يوصل على السلطه ويقضي على تجربه ما يقضي على تجربه الشبيه، ولكن الشبيه نحن بنعتبرها من فؤاد الشعب، مضبوط باول ست سنين فؤاد الشاب كان موجود كون فؤاد الشاب ما بيحب الطبقة السياسية اللبنانية كي يطلق عليها تأكيد جبني بطبيعة الحال وثق بالعسكر تبعه وصار المكتب الثاني يتدخل خاصة بعد ما تم انتخاب شارح حلو شارح حلو بتعرف وزارة كان
سفيرنا بالفاتيكان ما عنده نفس السلطة على العسكر. صاروا العلم لما المكتب الثاني بدي أدي طائره بيروح على صبع عند فؤاد الشرف، وبلش شوي شوي العالم يقلبوا على شتابين يروحوا مع الثورة الفلسطينية، لأن الثورة الفلسطينية كان بجمع الأصوات. وكله كانوا راهن إنه بالأخير شو ما عملنا شو ما تنزلنا على سيادة لبنان، بالأخير منظمة التحرير موجودة بالأردن. فجأة شو صار بالأردن؟ صار عيون الأسود. الطيران. عيون الأسود هنيك الجيش كان عم يحضر، لأنه كمان الملك حسين اللي هو كان ضعيف تركهم بيتصرفوا مثل ما بدهم. أعطيناهم الحبل وكان في قرار كمان دولي يدعمون. قدر الجيش اسمه دبوش وبحرب أهلية. إحنا ما بعرف أنا آخر مرة حدا مررني بعمان كمية القتلى اللي سقطوا في هذه الحرب الأهلية ضخمة كثير، وهي استمرت فعلياً لشهر 7 ل 71، لأنه ضلوا علي إياد والشباب بجرش عم بيقاتلوا الجيش الأردني. كمان كانوا مراهين الشعب الطبقة الحاكمة اللبنانية إنه في واحد اسمه جماعة عبد الناصر. كلما نختلف طبعا على الأردن، نحن ضروري نعرف السيكونس تبع التواريخ. بلشت الحرب بأيلول، ب 27 أيلول راحوا لعنده على الطائرة، ثاني يوم مات جمال عبد الناصر. بطل فيه هيدا الماجنت الكبير يلي بيقدر ينظم الخلاف، وفجأة بليل الضحى ظهرت منظمة التحرير على لبنان ومعهم ورقة بتقول ومعاهد مصدق عليها بالبرلمان. وللأمانة أنا أول مرة فتشت عليها بتعرف وهي كانت سرية. كيف يعني أنت عم تسوي مصوت على معاهدة عم تورد فيها لبنان وعم تتنازل عن سيادتك وأنت ما بتطلع عليها بالعلامة سرقوها بالنهار بعد سنة وأنت نزلت عنها؟ هلا مثل ما أنت حكينا إنه ريموت اللي كان واضح إنه شو عم تعمله، بس كمان بدكم تشوفوا الداينامكس. اعتبر إنه الميثاق والصيغة منه كافي لتكون لبنان قوي، وشرعوا ليدمروا كل شيء كان الطبقة الحاكمة اللي قبله حققته. كل هذا الموضوع للأسف نحن عم نجرب، وهذا الشيء بدنا نحكي فيه. أنا رأيي إنه اللي عم يصير هلا ما خصه الاتفاق الظاهري، لأنه منظمة التحرير كان بحاجة لنوع من ورقة أو نوع من اعتراف من الدولة اللبنانية، ونحن أعطيناهم إياها. وللأمانة نحن عدلنا فيه باتفاق ميركاتو، يعني نحن عملنا تعديل تاني لهذا الموضوع. هلا مضبوط بعدين لقيناها بالبرلمان، ولكن بوضعنا الحالي هذا الميليشيا اللي بتقاتل باسم ايران بالمنطقه بلبنان هي تدعي انه هي لبنانيه، حتى لو هي لبنانيه ومعها 128 نائب. الدستور اللبناني لا يعطي احد حق اغتصاب السياده اللبنانيه وتوريط لبنان بحرب تصب بمصلحه ايران. فنحن نحكي فيها ومناقشها. اتفاق القاهره كان جزء منه هو اللعب على الهاويه على اساس انه ما يقدروا نحن رح يتفشنا، ولكن نفس الوقت الأزمة كانت موجودة بالنظام البنيوي للحكم هو اللي خلتنا، وهذا بسميها أنا عادة بسميها كاتالست، يعني سرعت العملية في عدة عوامل. وأهم شيء نحن بعد هلا بنضلنا نقول إنه كل مشاكلنا هي مشاكل خارجية. هلا الحلو في هذا الموضوع لما نكون مشاكلنا مشاكل خارجية، يعني نحن ما بدنا نحط حالنا بوجه جارنا نقول نحن قتلناه لأنه بنكرهه. يعني في عنا نحن رغبه نتصالح مع بعض، ولكن نفس الوقت نحن عنا نوع من النزعه لعدم تحمل المسؤوليه، خاصه وزراءنا ونوابنا. بيكون واحد وزير كهرباء ولا مش حق علي انا ما بقدر اجيب الكهرباء، ونفس الوقت بقول لك انا ما تنازلت عن سياده لبنان. اتفاق الطائره الجديد اللي نحن بدنا نحكي عنه اللي هو مخيف بلش مع اتفاق مرة خايب وانتهى مع انتخاب بشار عون رئيس جمهوريه، لأنه مشروع حزب الله للقبض على السلطة عبر السلاح وعبر السياسة بلبنان حصلت مع إعطاء نطاق مسيحي لحزب فجرار وسلاح. وهلا إذا بتتابعوا على الـ IDF بضلوا يحطوا لك الفلاشة كل المجتمع اليهودي عم بيقاتل. لا مش مضبوط. اوكي. الجمعة الماضية معنا الحاج علي وصحابه المدن كتب من أسبوع على تويتر على إكس على عنوان اتفاق عم يكتب لحتى يكون عميد لقادة حماس على لبنان، كتب على تويتر: هذا سباق من المفاوضات لحل أزمة الرهائن ووقف النار في قطاع غزة والاقتراعها قطر. تفيد أن هناك اقتراحات بنقل قادة حركة حماس من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى عين الحدود والقطاع قطاع غزة إلى لبنان. إن صح ذلك فهذا يعد إعادة إحياء اتفاق القاهرة عام 1969 والذي ولدت من رحمه الحرب الأهلية اللبنانية. هو كان يعيد له مهند اليوم معي. Thank you.
مهند انا بوافق كل شيء الا تشبيهه بالاخير لشكل القائمه لانه مش ما لا ما لا عارف اذكركم ان انتم متفاجئين انه عم تفكروا بهذه الشغله متفاجئين انه كاميون البيك اب تبع الكحاله لوين كان رايك؟ رايكم كان نازل على الضحك كانوا عم يزخروا المخيمات المخيمات ونحن عم نتابعها حزب الله والجهاز الامني استرد عم يهزوا براسه استرد السنة اللي كانوا واقفين ضده استرد الجماعة الإسلامية واسترد كل الجمعيات اللي كانت واقفة وجهه عم تقول له أنت مشروعك بضر بالإسلام بالمنطقة بضر بالسنة ضربوا سعد الحريري أكيد جبران برسيل كان جزء أساسي منه وهلا المشكلة الأساسية إنه ليس هناك سنة ليكونوا موجودين معنا وصل هو على فكرة وهذا الشيء كان خطير بمنطقة لسعد الحريري ودفع حقه ما أنا شو ما صار بالأخير اتفق مع حزب الله حزب الله ما صدق هذه الفكرة مضبوط عم يفكروا القدرية عم يفكروا فيها القدرية كانوا عم يقولون بيجيبوا لها رئيس جمهورية شكلهم بده يجيبوا خالد مشعل برجع لكم هو عم يفكروا خالد مشعل حماس بقرروا اللي بقرر بأرض المعركة هو واحد اسمه محمد الضيف والسنوار هاي مشكلتنا معه هاي مشكلتي أنا مع حزب الله إنه اللي بقرر هو مسميهم الاسم بيزعلوا اللي بقرر هو العسكري العسكر لسبب بسيط وبرجع بفكركم بضل يقولها حزب الله ضيع التعاطى السياسي، التعاطى السياسي بوقت فراغه امن وعسكر مشان هيك هن مثل بتعرفوا ليش هن كانوا مستريحين ب 17 تشرين لما نزلنا على الطريق غير انه نحن كنا عم نشلهم الطبقه الحاكمه اللي كانت عم تحميهم هي انه نحن ضربنا لهم خطوط الامداد تبعهم على الجنوب وعلى القاع لما يشوفوا مظاهره مسكره الطريق هيدا الشيء الوحيد اللي بيشوفوه ما بيشوفوا انه شباب وصبايا قاعدين هنا وكرامتهم بدهم بلد منيح بالنسبة لهم هيدا تحدي عسكري وهذا الشيء اللي خليني أقول أنا إنه إذا نحن ما نضلنا نحكي بمنطق ونبرر أنا بالنسبة لي وبقول لك إياها دم الفلسطيني المدني ودم الفلسطيني الإسرائيلي نفس الشيء ما بقبل أنا ينقتل طفل إسرائيلي وطفل فلسطيني شو ما كان يكون بده يخونونا يخونونا استعمال السلاح لأجل السلاح أبو عمار والفلسطينيين والشعب اللبناني حملوا سلاح لأجل التحرير ولأجل السلام، إذا كان أنت الإند جول تبعك بمشروعك العسكري ما في سلام وأنا بدي أحكي هون جورج بيلي موجود هو من هذا الجيل، ب 82 بآب لما تم انتخاب بشير المهدي رئيس جمهورية قسم كثير كبير من ميليشيات القوات اللبنانية سلم سلاحها واعتبرت إنه مشروع السياسي بدأ. ما كانوا بيحملوا سلاح لأجل السلاح، مشان هيك بفترة ثانية لما صار في مشاكل داخلية بين الأحزاب، جيل مثل ما هو هاجر. أنا سردية نهاية التاريخ كتبت عنها إنه التاريخ ببلش وبينتهي مع الخميني، لا مش مظبوط. نحن أي مشروع سياسي ما بيبغى يكون عايشين حياة أفضل هو مشروع سياسي ضدي وضد كياني كبشر. عم بقى بلاش ست أشهر لنفكر بكيف بدنا نعيش سوا بالسنة القادمة. الفكرة الأساسية وأنا في طلبة الحلقة والشباب كانوا موجودين هون نحن عندنا قضايا مركزية وليس قضية مركزية، أحد أهمهم هي قضية مركزية للشعب الفلسطيني، لأن قضايانا الأخرى نعيش بدول تحفظنا كرامتنا، أنا إذا بدي أوقف مع الفلسطيني لازم أنا أكون بدولتي قوي، لازم أكون أنا بقدر أول شيء أوصل لمرحلة أعطيهم حقوق المدنية للفلسطينيين. بدي أقول لكم شغلة، نحن شاركنا ما بعرف أنا ما شاركت واختلفت مع كثير من أصحابي، قصة الحملة على اللاجئين السوريين قبل توفان الأسد، هل بتعرفوا إنه 140 مقتل إخلاء للنازحين لحزب الله بالأراضي اللبنانية وبالتحديد صهيب وين عندهم بالأحكار وبطرابلس مش هيك؟ 140 نقطة بمحلات متواجدين فيها اللاجئين السوريين، سو كل هيدي الحملة على السوريين هي ليقدروا يحركوا شبابهم يقعدوهم بمناطق ما يكونوا تحت خطر سوري، مش لأنه هن بيهتموا بهذا الموضوع، وللأسف نحن بننظر لهم إنه هول السوريين عم بيعملوا ضغط على البنية التحتية الاقتصادية تبعيتنا ما عم نقدر وقع نعيش ويزق منا حق علينا على فكرة كيف بتطلع عليهم حسن نصر الله وجماعته السوريين انه هن صلنا بس وهيدي جريمة مستمرة انا هلا يسحب مقاتلينه ومعامل تصنيع المخدرات اللي ساهمت بعملية طوفان الاقصى من الاقصار برد مليونين سوري على حمص على منطقة بس مين حلق السجلات العقارية؟ أنا أول شهر الأسد مين بده يعمل ترانسفير يدفعنا فاتورتها؟ مشان هيك نحن عم ندفع فاتورة صمتنا على قتال حزب الله بسوريا طيب أوكي عم نحكي عن هرب منا
تلحقوا بالبيت نزل تحت التخت، وقفت فوق التخت قلت له يا واد اطلع، قال لي انا رجال ومطرح مرد بقى. نصر الله بهيدي الورقه عاشوا الـ HR ببلد الناس يعني مش الـ CEO، قال له انه هذه الطريقه بتوصلكم على الأس، هيدا الطريق رح توصلوا بس تحت التخت لينطر الاسرائيلي ومرته تروح رجع يطلع يعمل حرب الجاي، لانه بكره طالع يهددنا لنا مش لا هدد جارنت وهدد نتنياهو. لو هو عن جد بده يهددهم كان بيفتح الجبهه، مش لنا وقتها لما اعلن القدس عاصمه اسرائيل بيطلع بينهم لشبابه طلعوا على السوشيال ميديا سبون. نحن ما عرفنا تي صرنا حافظينه. قتل لقمان سنين، اللي بيقتل لقمان سنين بده يحرر القدس؟ يلا اخر سؤال نجم مدير اخر سؤال قبل ما افتح المجال لكن ايه بتعملوا بده يطلع يهددنا شو بدنا نسوي ثاني بيكون عم نطلع الشيء الخطير ان احنا هي نوع من التخوف ما عندنا شيء ثابت لو كمان احنا بنضل عم نقول امريكا ما حدا عم بيعرف مين بده يربح في تيار معين بيقول اذا حزب الله قدر يكون لطيف وما يعمل حرب مضبوطه او نعمل كل ما عمله انه كان مع السوريين نعطيه لبنان بصير هو بيعمل قواعد اشتباك بيجيب قوة الفجر بيجيب ما بعرف ابو بكر شكل البرجاوي بيطلع بقى بيكبوا كم صاروخ جراد اوكي هيك بتكون شغله منيحه لانه بتعرف هيك ما بتعمل مشكله وانا رايي عم بجرب بقول لهم للبنانيين بكره انه هلا بقدر انا بخدكم على الحرب هلا مش وقتها مش لانه هو بهي القوه احنا نفوت فيها بولا الطريقه انه هو ما فات بالحرب لانه بهمه لبنان وبهمه لبنان يسمر ما اجت القوامة، ثانيا الايراني كمان عم يقامر بدماء العرب وبدماء السنه مثل ما عمل قبل مشان هيك هو بوقتها لما يصير هو متاكد انه ممكن يكيش هذا الموضوع بالسياسه بياخذنا كلنا على الخط سو نحن بكره رح نسمع عليه تذكروا انه هو اول جزء من هذا الانهيار انا قبلين اعامله كحزب سياسي لبنان بده يدفع فاتوره تقاعس بعض المحلات وانا كونه هو بدات بكل المنطقه هو عنده شغله كثير خطره هو تحول من ميليشيا عاديه لشيء انا بسميه ستريتي كونسلتنت صار يشبه بوز ماكنزي بياخذ اللابتوب تبعه بتتذكروا باول حرب اليمن صوروا لنا يوم بخيمه بشيل لابتوب عاملين صوره كون برزنتيشن اخذوا البوسه من جيش بيموت لجيش بيقاتل هيك عملوا بتوفان القدس نحن شركاء بالمعنى السلبي للكلمه بتوفان القدس ولبنان حيدفع هيدا الثمن توفان الاقصى رح يدفع ثمن هيدي الشغله اذا نحن ما كنا عم نقول ما بنرضى لبنان يتحول لمنصه اطلاق صواريخ لايران. اوكي انا بطلع قوية بغزين نحن بدنا نرجع للاسس للبيسكس شو البيسكس؟ انه نحن عم نقاتل وحش اسمه الاسرائيلي ما نتحول مثله وما نصير وقوف مثله شو مشكلتي انا مع حزب الله؟ حزب الله صار بعيش على الدم ليش عم تخوني ليش انا بدي اوصل لدرجه مثل نتنياهو من اجرام نتنياهو وشعبويته هيدا الشيء ما بحبوا يسمعوه جماعه حزب الله يسمعوه منه ما بقبل انا اقتل مواطن مدني يقول انه انا عم بحارب القدس جزء كثير كبير من اللي سقفوا لحماس باول يوم كانوا مقهورين وكانوا بدهم ينتقموا من نتنياهو ما بدهم ينتقموا من البلاد اللي انقتلت بالمستوطنات ما بعتقد في حدا هون بحب يقتل لاجل القتل ثانيا لما انت تقتل باسم حدا ما بيشبه ايراني طيب استعملوا الحرس الثوري الايراني هو اللي عم يعمل الحرب بالمنطقه بيجي عندك عبد اللهيان من المطار دغري بيستقبلك بيبعث لهم رسائل سببهم حظ مش منيح انه جماعتهم بي دي سي جماعه روب مالي هو اللي بيطبعوا على اساس انه بده ينقطع لبنان من نووي علما انه بتعرفوا انه الاسرائيلي حابب يعمل حرب مع لبنان الامريكاني ما بده الموضوع لانه بتفتح له اياها بالمنطقه ولكن نحن بالاخير بدك تصير مثل الفوسه ما حصير مثل الفوسه وانا بدي اياكم تحضروا حالكم لمقاومه مدنيه للدفاع عن الدوله والدفاع عن قيمنا والدفاع عن شيء بيشبه الكتله الوطنيه دي بقول مش وقتها بقول لك لا امبارح كنا عم نحكي بالشباب بعد 100 سنه بقول لك مش وقتها لا وقتها هو القصص وقتهم نحكي فيهم هلا لانه بتعرف ليش؟ هو الاشخاص اللي هني بيدعوا بتحرر القدس ما عندهم شيء يساهموا بهيدا النقاش يعني وبحق لك تحس بهيك الحنين والنوستالجيا لانك كنت صادق مع نفسك وعملت على التقييم اللي صار معك، اي حدا منه جاهز يعمل نقد ذاتي ما بيكون بشري. تفسر الطريقه اللي عم تحكي كثير فاشل فلوس لانه انا فيري فاشل بوقف هيدا القانون تبع حزب الله
ايران كيف فينا نعملها؟ اذا بكره مثلا اعلن حرب عم قلنا انه لازم نتحرك نبلش نعمل هاو شو بدنا بس فيري امبورتنت انه كلنا بنصير فيري هيلبلس صفر فوق ما تخاف منه ما تخاف منه ما فيني يقتلونا كلنا ما فيني يقتلونا كلنا ما نرجع كمان نرجع للبيسكس وهيدي بقولها لانه نحن وين كفي الدين للطبقه السياسيه اللبنانيه والاحزاب ويجب الاحزاب اللبنانيه تعيد ترميم هذا المنزل اللبناني ونرجع للحياه الطبيعيه نحن بدنا نعيد او بدنا نلغي اثار انتخاب اسوء رئيس جمهوريه بتاريخ لبنان متخيل واحد خليه لامين لحوت يبين منيح يا بني ومشال عون خلى واحد مثل امين لحوت يبين منيح وللامانه تعرف موقفه للحوت كان واضحه ولا مره كان يروح يقول لك انا هيدا خطي تركنا جبران بسيط بدنا نرجع للفكرة الأساسية مشاكلنا مضبوط إقليمية ولكن في عنا مشاكل لبنانية نحن نتحمل مسؤوليتها على المحاضرة مهمة نقاش شكرا للجميع على حضوركم بعتقد إذا في شيء إيجابي من المأساة اللي عم نعيش هلا بالمنطقة إنه على الأقل في إعادة تفعيل شوي من النقاش السياسي والناس عم يرجعوا يتحمسوا لا 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 عشان سيدفع مش كتير على وجودك بالكتير أنا عندي سؤال صراحة شوية نقل إذا مكرم ولم كتير نحترمك ونحترم شغلك ومبين احنا موطنين بلايك بالإطلاق المئوية الثانية للبنان بعد في عمل يعني برشة جديدية وعمل جدول التاريخ عمدون فيه كتير نحترم الشيء أنا اللي سمعته منك اليوم هو نوعاً ما مش دبل ستاندرز اللي عم حسه شوي بس إنه كأنك عم تقول اليوم مرفوض كلياً تستعمل سلاح خارج دولة الدولة اليوم بالأخير 23 و 30 سنة بس بالـ 69 هيدا شيء كان مبرر هيدا الشيء اللي سمعته مش عم قول إنه في أكيد في قضايا مختلفة في قضية محققة ممكن كانت محققة أكثر بس 69 مما هي محققة اليوم لأنه البلايرز تغيروا إنه الناس كانوا موجودين بالـ 69 منظمة التحرير مختلفة كلياً من المنظمات الموجودة اليوم في تدخل إيراني بس الوقت كمان في الخارجي كان في أجندات مختلفة ففي قضايا مختلفة في اللاعبين مختلفين بس بيبقى كمان إنه في مبادئ ثابتة وهالمبدأ هو حصرية السلاح بإيد الدولة العميد اللي مؤدي بحكي عنه نحن في هو الكتل الوطني هو الحزب اللي خاطر على مدة 40 سنة كان مع القضية الفلسطينية من الأربعينات وطلوع حتى كان وقت من أوقات مرشح الحركة الوطنية يعني 76 من يعتبر بس كان ضد اتفاقية القاهرة كلياً كان الوحيد اللي صوت ضده حتى الكتائب وغيره صوتوا معه اللي مع اتفاقية القاهرة بالبرلمان هو صوت ضد ف يعني بعتقد انه في قضايا بس في كمان مبادئ بدها تبقى سيكريتيرا بس اذا بتسمح لي في شغله صحيحه دائما انا بجرب كلهم للتمييز ما نجرب نحن نستعمل عدسه الحاضر نحن نعكس على المستقبل على الماضي لانه مضبوط البشر هي نفسه وكان اولا نحن عم نحكي بال 69 انت ظاهر من اول جيل بعد الحرب العالميه الثانيه الدنيا كلها كانت عم تتغير الشيء اللي كان عم يصير عندنا كان عم يصير بكل العالم الفرق انه ما وصل لدرجه العنف او ببعض المحلات وصل لدرجه يعني شوارع باريس تحولت لحرب يعني ليله الباريكيدز هو بس كمان نفس الشيء نحن عم نحكي مع طبقه حملت السلاح وصلت لقناعة إنه السلاح مش طريق للتغيير لشو أنا بدي أعيد نفس التجربة؟ أنا فترة من حياتي كنت مآمن إنه بالبندقية بنحرك أنا هلا كبرت أنا لما كان عمري 20 سنة بعد ما اشتغل فيها كنت ألبس الكفية أنا الكفية صارت بقلبي مش على رقبتي وأنا بالنسبة لي كمان جملات ومشروع الإصلاحي لا يزال يطبق بس هو كمان راهن في حدا اكثر من حدا اسمه محسن ابراهيم وقف بذكرى 40 لابو انيس جورج حرب وعمل نقد للحركه الوطنيه واليمين اللبناني عمل نقد للحركه لتجربته بالحرب الاهليه لازم نحن نكون نقديين اذا ما عملنا حلو بالاكاديميا وانا مضبوط بقول انه انت كثير عنيف بس نحن عم نكون قاعدين بمحل فينا ناخذ ونعطي ناخذ شيء بنسميه باللغه الاكاديميه
بير ريفيو، يعني واحد بيكون برد عليك بشوف ما انت عم تنتقد. نحن مظبوط وقتها كان في هوس لانه كان في قضايا، كان عندك انت ايرلندا، عندك كان يجي على لبنان بدل ما ينهو قالوا الحمر الجيش الاحمر الياباني، هلا شو عم يجيك؟ عم يجيك قيس الخزعلي وهول النسخه التايوانيه. لا تغير الدنيا، نحن تغيرنا. نحن ما في شوي نوستالجيا بنظرتك؟ لا انا دائما انا دائما بيقولوا لي باي فتره بتحب تعيش؟ بحب اعيش بالمستقبل بشكل هلا علما بتعرف انا بنتبه لضيفه بتعيش كثير يعني اخر سؤال، هل برايك قديش برايك ساهمت اتفاقيه القاهره باندلاع الحرب الاهليه بلبنان؟ كانت احد الاشياء اللي ساهمت، ولكن الحرب الاهليه كانت رح تصير بسبب الخلل الاقتصادي الدنيوي، بسبب رفض الطبقه السياسيه اللبنانيه بتحديث البنيوي لهذا الحكم ليصير. انا دائما بقول للتلفزيون انه قبل التسعين المسلم والمسيحي لم يكونوا متساويين امام القانون. يعني انت بعد الطائف صار نص بنص، قبل كان في يعني كان في نظام بيفضل، مش بس هيك مش انه مواردي، اذا انت كنت ماروني او سني من الاطراف ما عندك نفس الحقوق في جبل لبنان وبيروت. يعني ميشيل شيحه والاباء المؤسسين عملوا اتفاق بين الساحل والجبل لبنان، ولكن تركوا يعني الفلاح العكاري الماروني والجنوب الماروني كان يعطوه مش اساس. مشان هيك صار في نوع من النقمه، وكان في نوع من نزعه لتدمير هذا النموذج. انا بتذكر اكيد موضوع اتفاق القاهره بوقتها كان في كثير سريه، حكيت عنها انت شوي حول الاتفاق، كثير يمكن ما بعرف تحاليل او تفسيرات ليش عمل الاتفاق. يعني هل كان الاتفاق بين فؤاد الشاب او الشابيه والناصري بوقتها؟ شو كان دور مثلا جود بستاني قبض الوعد اتسترا ومن وطبيعي انه يمكن عمل عده فيرجنز تنقال مثلا الكتايب وغيره انه ايه مع انه هن الاول وقفوا ضد اول ناس وقفوا ضد السلع الفلسطيني بس بوقتها اقتنعوا انه اتفاق الطائره شيء منيح ضد الفلسطينيين. بقى في كثير هيك اسئله بعد هذول ما عندنا اجوبه عليها انه بوقتها بالضبط شو صار مرق هالاتفاق. وعن جد مثل ما انت قلت يعني اتفاق بمس بالسياسه اللبنانيه. تعرفوا للامانه انا احد الاسباب غير انه انا متشرف اكون هون، فكره اتفاق القاهره ما مكتوب عنه كثير بالاكاديميه، وهذا شيء لازم ينشغل عليه ويتقرر خاصه بالتاريخ الشفهي، لانه يعني كان كثير اشخاص موجودين كان بعضهم فيهم عندهم اساس. بس انا اول مره انا ولد طلعت عليه حسيت كان في نوع احراج. ما تنسوا انتم رشيد كرامي الزعيم السني من طرابلس ما في يجي يقول لحق المنظمة التحرير بكفاح المسلح من لبنان، لا كان محرج. مشان هيك كان ناطر المسيح يقول لا، صاروا مثل كانوا عم يتعازموا على الدم كريم باليوم قبل، صاروا محرجين. مشان هيك بالاخير عم يحاولوا انه حدا من عائلته مريض وما راح على القاهره. بتعرفوا انه امين البستاني جود امين جود هو تبع فكرة انه كان في مثل عادة لما يكون في عندك ولد البي ما بده يقول له ولد لا، بنطر الام تقول لا، بتروح الام بتقول ايه. هيك صار الموضوع، ولكن برجع بحمل المسؤولية الأساسية للبرلمان. هم هن ناشطين اجتمعوا. أول شيء أنا برأيي ما في شيء سري بيكون منيح، خصوصا بموضوع التشريع. ليه نحن على نية التصويت أساسا؟ نعرف نحن شو الأشياء. أنا رأيي في تم التلاعب بطريقة بنوع من هيك الذكاء اللبناني، باعوا اتفاق القاهرة لكل طرف شيء. يعني الكتايب كان بدهم يشوفوا في شيء قبلوا فيه، الاحرار قبلوا فيه. الوحيد اللي اخذ منه شيء مبدئي في نقد عليه انه طيب انت ليه كنت مع القضيه الفلسطينيه وضد هذا الموضوع؟ لانه انا بعتقد كان في تقدير معين انه الخلل البنيوي انت عم بتحمل البلد اكثر ما بيتحمل. بس ضروري نحن نعرف التفاصيل، خصوصا انه انا بعتقد فتره من الفترات كانوا كلهم مفكرين انه كان في ضغط على ضغط علينا. لا، الضغط كان موجود، ولكن نفس الوقت ما حدا كان متخيل هيدي اللي بنسميها بالانجليزي البيرفكت ستورم. يعني صار في قصص ورا بعضها غيرت كل المفاهيم. يعني انت وعيت لقيت الفلسطينيين عندك بلبنان، مش منطق يكون واحد بده يحرر الفلسطينيين يجي يحررهم من لبنان، لانه نحن كثير بعاد عن فلسطين.